بالنسبه لاسبيرونس قبل التراف هذايا شنو تقول حسب رايك كيفاش باش يكون بقيه الباركور خاصه على المستوى المعنوي للاعبين ككل؟ ولا لو بليز امبورطون ماني تاو اللي قاعدين ماني عامل ديناميك دو فيكتوار اللي هي تاو ماني سيت ماتش دو سويت ان شاء الله نكملوا في السلسله هذيا ونحن حاطين اوبجيكتيف ماني ناخذ شامبيون ماتش بار ماتش ومن بعديك ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهلوا. قبل اللقاء كان فما ان اكسيد كونفيونس من جمهور الاسبيرونس بالنسبه للقاء هذايا اي با ايفيكتيفمون 4-1 اليوم ترجي امام الملعب تونس. والله يمكن جمهور صحيح خاطر قاعد معناها قاعدين يعطي فينا ثقه خاطر نقدموا في مردود ممتاز ناكدناها مي احنا بينات بعضنا كل ماتش نهبطوه معناها ديما اليرتي معناها جوارات الكل نحاولوا معناها ناخذوا المنافس معناها نعطيه حجمه ومن بعد كاسورتي راه ما نساوموش ايفيكتيفمون هكا اللي صار. سعد بقير يا اون مارش بروغريسيون بالنسبه للجوار هذايا كيفاش تتعاملوا معاه باش يخلي يمكن يعني يقعد لي بي سور تير بقيت المشوار في الترج؟ ولا سعد معناها مش جوار كبير معناها عنده برشا امكانيات قاعد يوري فيها نحن كصحاب ننصحوه معناها نحاولوا نحن نكادريو بعضنا الناس الكل الجوار كادر زاده نكادريو بعضنا كيما حسين خليل ولا معز ومن بعديك ان شاء الله خويا من حسن اللي احسن. عاش خويا.